واصنع من النار يا سبحانك يا لا إله إلا أنت. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة على هواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة. وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض رسائل المشاهدين الكرام التي وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومنها هذا السؤال من الأخ علي، يقول: ما هو الدعاء الذي يقرأ في دبر كل صلاة في رجب؟ بمناسبة أيضا يعني مجيء شهر رجب المعظم، وهو من الأشهر الحرم، فيه أعمال كثيرة يمكن للمكلفين، يمكن لكل المؤمنين أن يلجأوا إلى كتاب مثلا مختص بالأدعية، وهو كتاب مفاتيح الجنان، الكتاب المشهور المعروف الذي يجمع الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في خصوص الأدعية والاستغفار. والكتاب غني في كل شيء ما يخص العبادات، عبادات الشخص وأعمال الأخرى التي يمكن أن يؤديها في كل يوم من أيام السنة، وبالخصوص الأيام المعظمة المشهورة عند الإمامية الاثنى عشرية التي أخذوها عن أئمتهم عليهم الصلاة والسلام. كل هذا مكتوب في كتاب مفاتيح الجنان طبعا، وغيره من الكتب الأخرى التي تختص بالأدعية والمناجات والاستغفار إلى آخره. سؤال الأخ علي: ما هو الدعاء الذي يقرأ في دبر كل صلاة؟ وهو دعاء: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. طبعا هنا يستحب أن يقبض الإنسان على لحيته أو على شيبته ويلوذ بسبابته، اللوذ يعني يمينا وشمالا هكذا: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار بحق محمد وآله الأطهار. هذا الدعاء يقرأ دبر كل صلاة من صلوات اليومية، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كتعقيب، يعني بعد أن يقول مثلا أقل التعقيب اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد ذلك تسبيحة الزهراء، وراء تسبيحة الزهراء يقرأ هذا الدعاء. هذا الدعاء مختص أنه يقرأ بعد كل صلاة، ومختص في رجب، في أيام رجب. عندنا اتصال حتى يتهيأ الاتصال. هناك أعمال كثيرة في هذا الشهر الكريم، شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم كما تعلمون، منها صيامه، إما صيام جميع الشهر، وإما على الأقل يصام أوله ومنتصفه مثلا وآخره. الوارد في الروايات هذا النحو وهذا النحو، يعني أن يصام جميع الشهر جميع أيامه، وإذا واحد ما يقدر مثلا أن يصوم كل الشهر يصوم أول الشهر ومنتصف الشهر وآخر الشهر.
إذا ما يقدر حتى على هذه الثلاثة يصوم حتى ولو يوم واحد من شهر رجب. عندنا اتصال من السماوة. رقية تفضلي. يا رقية العفو تفضلي. يا رقية شيخنا عندي سؤال. نعم شنو السؤال اللي عندك؟ العفو ابن عمي أمي رضعته. نعم ايش قد مرضعته يا رقية؟ يعني ما تدري ايش قد مرضعته. يعني مثلا يوم يومين ثلاثة اسبوع شهر هيك؟ ما تعرف هي تروح لهم بين فترة وفترة وترضع. يعني ترضع هيك مقدار قليل وتعوفه مو؟ إيه؟ زين هو بمدة السنتين يعني ايش قد كان عمره هذا ابن عمك حيل لما كانت ترضعه؟ يعني هو بعمري انا وياه 2 و17 الفرق بيننا 6 شهور. لا لا المقصود لما كان يرضع ايش قد كان؟ ها. اي ما اعرف صراحة. يعني كان عمره مثلا يوم يومين 10 شهر شهرين سنة مثلا بس مو أكثر من سنتين مثلا. إذا كان في زمن هذه في زمن السنتين إذا كان يرضع 8 أشهر تقريبا ها عمره 8 أشهر. وإذا كانت الرضعات مثلا 15 رضعة مشبعة كاملة كون ما يتغذى خلالها يعني أو بينها ماكو فاصل هذا ينشر الحرمة بينك وبينه يعني يصير مثل أخوك بالرضاعة. يعني علي إنه هو أصيب الرضاعة الأولى. نعم شلون؟ يعني هو أصيب الرضاعة الأولى. ماذا أسمع شنو اللي تقولي يا رقية؟ أقول لك إني يعني لا هو شلون يعني يصير أخوك بالرضاعة؟ أصيب الرضاعة؟ لا لا شلون يصير أخوك بالرضاعة؟ أكو شروط. اولا ان يكون امك راضعته بحدود السنتين يعني ما دام انت قلتي 8 أشهر يعني هاي بحدود السنتين هذا اول شرط. الشرط الثاني يكون هو يلتقم الثدي وهو يعوفه يعني يرتضع لما يشبع وهو يعوفه من وحده هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث انه يكون ماكو فاصل بين الرضعات يعني مو يروح يرضع وبعدين يروح ياكل مثلا ياكل مثلا هذا الاكل خبز وشاي مثلا او اكل من اكلكم يعني من اكل اهله المقصود تمن مرق غيرها. هذا الشرط الثالث يعني 15 رضعة متوالية واحدة ورا الثانية مشبعة. اذا هاي الشروط تحققت يصير هذا اخوش بالرضاعة. هو يعني كان لمن يعني يرضع لحد ما يشبع هاي واحدة. زين خو ما اكو فاصل بين الرضعات هو ياكل بيها او ترضع امه؟ لا يعني ماكو فاصل. اذا ماكو فاصل بين الرضعات لا من رضعه ترضع امه مثلا وبعدين ترجع امك ترضعه يعني هذا الفاصل ما موجود ولا فاصل الغذاء يعني هذا اخوك بالرضاعه ابن عمك واخوك بالرضاعه اذا هاي الشروط تحققت. أوكي مشكور شيخ. أهلاً وسهلاً ومرحبا بيك يا رقية. نعم من واسط عفواً مهدي من الموصل تفضل يا مهدي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله أهلاً وسهلاً ومرحبا تفضل. شكراً سيدنا. سؤال لو مزحمة. نعم تفضلوا. سيدنا مسألة الحظ والقسمة الحظ والقسمة ايه نعم مثلا بالشغل بالدنيا امور الشغل مثلا اروح على اي شغل مثلا ماكو نعم اذا حتى الشغل موجود ما اتوفق به مثلا ما اقدر اشتغل. ها تقصد بالحظ والقسمة انه ما عندك حظ في انه تشتغل وتستقر بالعمل مو هذا المقصود؟ إيه مو هذا المقصود؟ ايه مثلا ما اروح لمكان اعمل بي يقول والله لقينا مثلا عامل وصال عندنا مثلا ما نحتاج بعد. جميل. اخ مهدي اولا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكو حديث يقول استنزلوا الرزق بالصدقات يعني حتى لو صدقة بسيطة حتى لو تمراية
تعطيها الواحد كصدقة بنية الرزق. فالله سبحانه وتعالى هنا ينزل عليك الرزق من حيث لا تحتسب، انطي صدقة واطلع على باب الله. فالله سبحانه وتعالى كريم عظيم. فرسول الله يقول استنزلوا الرزق بالصدقات، انطوا صدقة واطلع على باب الله، وان شاء الله ان شاء الله يكون حظك عظيم وتحصل على الرزق الوفير بحق محمد. لو سؤال ثاني، لو سؤال ثاني. نعم تفضل اخ مهدي. سؤال ثاني عن القسمة مثلا، عن القسمة بلي مثلا شغلة الخير مثلا الزواج. الزواج احنا شوف عندنا بالعامية الزواج يقولون عنه قسمة ونصيب، هو بالحقيقة مو قسمة ونصيب، هو بالحقيقة اختيار. انت تختار الزوجة، والزوجة ايضا يسألوها يقولوا لها تقبلين بي، ايضا هم تختار الزوج. فاذا رضيت، انت اذا رضيت تصير في هذه الحالة بعد ذلك الزواج، بس مو معناها انه هاي قسمتك يعني مفروضة عليك من 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 الولادة. لا ماكو شيء، انت تختار، هي ايضا تختار. نعم بكيفك. فلذلك الإنسان بكيفه. نعم الإنسان بكيفه، ماكو بالزواج قسمة ونصيب، ما عدنا احنا هذي الشيء انه هاي والله هي يجب ان يختاره. اي بلي نعم صح. يعني الا مو الا قسمة، الواحد اللي يحبه يختاره. يعني بلي صحيح، اني مثلا صح. اختار هاي المرأة عندها مواصفات مثلا انها خدومة مثلا، أو هي تحمل وراثة مثلا من أمهاتها، من أمهاتها مثلا، من أنها ولود يعني كثيرة الولادة مثلا، يعني تخدم الرجال تحفظ الرجال في دينه وفي ماله وفي نفسها مثلا، يعني من عائلة كريمة، بها مواصفات أنت تختارها، أخلاق مثلا ودين. نعم في هذه الحالة أنت تختارها وتتقدم لها، إن وافقت هي يعني معناها اختارتك، فهي مو قسمة ونصيب وإنما اختيار. بل اختيار. نعم شكرا. أهلا وسهلا الله يحفظك موفق إن شاء الله أخ مهدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. من ديالة أم محمد. أم محمد من ديالة تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم محمد. شكرا سيد. شنو سؤالك تفضل يا محمد؟ أيوة عندي سؤالي. سؤال الأول. سؤال الأول سيد. نعم. زوجي متزوج علي. رجلك متزوج عليك؟ متزوج علي. نعم. يأكل ويطلب يمنه بس ما ينفق علي، يأكل ويشرب يمنه بس ما ينفق علي سيد. أي ما يجوز له هيك، لازم يكون ينفق على عياله. يجب عليه أن ينفق على عياله. نعم. وبيت عنده رسمة. نعم بيت عنده رسمة. عملنا أورس بيه حق بيه بالأساس مثلا بالهاي. يعني هو لما يتوفى مثلا قصدك؟ لا هسه هو حي. اي حي انت مسؤولة من عنده، هو لازم يصرف عليك وعلى عيالك، واجب هذا. نفقة الزوجة واجب، ونفقة على العيال واجب عليه، فلازم ينفق سواء عنده بيت ما عنده بيت، عنده عمل ما عنده عمل، الواجب عليه أن ينفق على عياله. ما ينفق هو سيد، يأكل ويشرب يمنه بس ما ينفق علينا. ما يصير هذا، غير رجال البيت لازم يكون ينفق على عياله. إيه هذا شيء. المهم الله يهدي إن شاء الله. الله يسلمك. شنو سؤال ثاني سيدنا؟ بلي عفوا، من طب المغاسل نروح لعتبات المغاسل ونطب المغاسل، الجوايب هم بيها شكاية مطيفة عليها ماي مثل شيء. إذا يعني هاي من الدخلين للمغاسل وتتبلل مثلا من الأرضية، أي تتبلل مثلا ونطب ويطفر عليها مثل ماي. إذا كان متأكدة أنه هذه الأرضية المبللة ماء وأنه طاهر فما عليك شيء، الجواريب أيضا طاهرة ورجلش طاهرة. بس إذا شفتي مثلا نقاسة أو نعم. تأكدتي من وجود أن وجود نجاسة في المكان أو أن نعم. هذا الماء مو طاهر، إذا نعم. تأكدتي نعم لازم تكون تغسلين رجليك وتغسلين الجواريب وتطهريها.
اسم الله والديك. ووالديك اهلا وسهلا. اسم الله ومرحبا بك يا ام محمد. من واسط ابو محمد. ابو محمد من واسط. انقطع الاتصال مع الاخ ابو محمد، ان شاء الله يعاود معنا. من الاسئله التي وردتنا من عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاخ محمد يقول: هل غسل المستحب يجزي عن الوضوء ام لا يجزي عن الوضوء؟ المجزي عن الوضوء من الاغسال هو غسل الجنابه. غسل الجنابة نعم يجزي عن الوضوء، أما الأغسال المستحبة فلا تجزي عن الوضوء إلا اللي ورد في غسل الجمعة عند بعض العلماء أنه غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، وعند بعضهم على الأحوط وجوبا أنه يجزي عن الوضوء. عندنا اتصال زهراء من الديوانية، تفضل يا زهراء. عليكم السلام ورحمة الله. سيد عمتي عندها سنة خمسية. نعم. أي شو تقسم الخمس على ثلاث عوائل؟ يعني قصدك الخمس اللي طلع من أموالها في رأس السنة الخمسية تقسم على ثلاث عوائل، شنو المقصود بتقسم على؟ يعني ذول العوائل الثلاثة سادة، هذا اللي مقصود يعني؟ هم أي سادة؟ إيه نعم، يجوز لها تطي العائلة، تطي العائلتين، تطي عشر عوائل بكيفها هي. يشوف حسب الحاجة مالتهم، شنو حاجتهم للأموال؟ ممكن أن تطيهم ما دام هم فقراء مستحقين يصلون ويصومون تطيهم هذا الخمس اللي عندها. نعم، اللي هو سهم السادة. بل نعم سيد. بلي، سؤالك الثاني. بالنسبة للصيام شهر رجب. نعم. يصير مثلا صيام قضاء ما في ذمة؟ اي نعم يجوز، بس لما تنوين النية تقولين ان يعني قبل الفجر لما تنوين الصيام تقولين اصوم قضاء عن ما في ذمتي لوجوبه قربة الى الله تعالى، مو تقولين اصوم شهر رجب، ما يصير. يعني النية لازم تقولين أصوم هذا الشهر قضاء عن ما في ذمتي لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولا تجيبين سيرة شهر رجب. لا، القضاء هو لازم يكون بالبداية لأنه هو واجب، أما صيام شهر رجب فهو مستحب، وما يصير واحد عنده قضاء ويصوم مستحب، ما يصير. اي لازم يكون القضاء بالبداية. هذا الحكي طبعا بس بالصيام، بالصلاة بغيرها ما يعني عادي، ممكن حتى لو عنده واحد قضاء يقدر يصلي مستحب، لكن بالصيام لا. اذا واحد عنده بذمته ايام لازم يقضيهن، كون ذن الايام ينقضن، يلا عودي يصوم المستحب. يعني مثلا يصير يوم مثلا تقضي أنا في ذمة ويوم للثواب؟ لا ما يصير هيك، لازم يكون اللي بذمتك كله يخلص، يلا بعد ذلك تقولين أصوم هذا اليوم من رجب زين قربة إلى الله تعالى، كون كل كون ذمتك فارغة من كل صيام، كون ما عليك صيام أبدا. مشكور سيد. أهلا. سؤال ثالث. نعم سؤال ثالث. أنا ناظر لوجه الله، إذا جاني ولد أسميه محمد. نعم. يعني نا نذر كان كيف جيت هالصيغة، نذر لوجه الله أن إذا كان ولد اسميه محمد. نعم. أي أبوي يسميه محمد رضا عادي؟ أي لا بأس، ما دام اسم محمد موجود أي لا بأس، حتى لو سماه محمد رضا، المهم اللي ناذرته هو الاسم، هو موجود من ضمن المركب، هو موجود فلا بأس. أي لا بأس. مشكور سيد. الله يخليك، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم. عاود الاتصال أبو محمد من واسط. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو محمد. الله يحفظك رحمة الله والديك. سيدنا ذاك اليوم صارت شغلة. نعم. واحد من بغداد في
الهبلة وحدة هذا المعشق ما أدري إيش أسميه يعني، كان هي الابنة الزوجة وهو ولد شعب يحب وحدة متزوجة والعواذ بالله يسوي وياها زينة. لحظة بس خلي أفتهم السؤال، يحب وحدة متزوجة؟ إيه أي نعم بلي. وكبوه عيالها كبوه بالبيت وياه. عجيب، لا إله إلا الله. المهم راحت العشائر تعرف تقاليدنا العشائرية وما أدري شنو، راحت عشائرنا التقاليد العشائرية طلعوا الولد من يوم. خب نعم. السؤال الأول، أهل الولد يبدون من يمه تبرعات، هاي التبرعات من الصحة يعني تبرعات لأجل شنو؟ لأجل فصل يعني الفصل العشائري، يبدون فصل عشائري أهل الولد. أها. يردون طبة البيت. إيه دوسة بيتي يسموها بالعشاير. إيه هم طلبوا مني من تبرعات، قالوا اللي يريد يتبرع عنا يتبرع عنا واللي ما يريد يتبرع سيته. أي نعم. سؤال الأول، التبرعات اللي نطيها مأجورين إحنا بيها، نطي ما نطي كنو؟ يجوز لك. هذا السؤال الأول. بس اسمح لي أبو محمد، يجوز لك أن تطي عادي، بس مسألة مأجور ما مأجور هذه واحد، هاي مسألة أخرى، بس يجوز لك أن تنطي. نعم. سؤال ثاني. السؤال الثاني هو بنفس المسألة، البنية طلقها رجلها، يصير يتزوجها هذا الولد أو ما يصير؟ إذا كان داخل بيها يعني زاني بيها ما يجوز له، محرم يعني عليه مطلقا. أنا تحرم عليه. أي نعم، لازم يسأل مثلا أنه إذا كان زنا بها يعني زنا كامل تام، عاشرها مثل ما عاشرها زوجها، هنا تحرم عليه أبدا. أي نعم. أما إذا لا، مجرد بس هيك طب للبيت، هم ذولا كظوا مثلا كم شو يعني ما زاني بها، بس مجرد هيك كلام، مجرد مواعدة غيرها، هنا فيها إذا ما كان معاشرها معاشرة الأزواج، نعم يجوز لأنه يخطبها ويزوجها. نفس المسألة. نعم. دول عقابهم شنو؟ الزاني يعني هو زاني، هي تعتبر من المحصنات لأن الزوجة وهو ولد شعب. يعني الجزاء الأخرى وقصدك لو الجزاء الدنيا. الجزاء الأخرى رحم الله والديك. طبعا الزاني كما ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه لا يشم رائحة الجنة، لاحظت؟ وعقاب شديد يوم القيامة ما لم يتب، لأن التوبة تعرف من تاب تاب الله عليه، فإذا تاب محقت جميع ذنوبه سوى الشرك. فهذا الزاني إذا بالدنيا لحق روحه وتاب وتوبة نصوحة، نعم الله سبحانه وتعالى رحيم، رحمن رحيم، رحيم في الدنيا والآخرة. أما إذا ما تاب ومات وهو زان، هذا عقاب يعني عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يشم رائحة الجنة. سيدنا رحم الله والديك، أنا أشكرك. والديك جزاكم الله خير يا أبو محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك. من ديالة سيف، سيف من ديالة، تفضل أخ سيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخ سيف أهلا وسهلا ومرحبا. سؤالك سيدنا. تفضل، شنو سؤالك أخ سيف؟ أخ سيف سؤالي هو عن عندي دوام بالكلية وعم الصيام شهر رمضان. أي أي يعني شلون الصيام مرجع عرفة راني؟ يعني الكلية بنفس المحافظة مالتك، خارج المحافظة؟ اي نعم بس بعيدة. ايش قد يعني بعيدة خارج المحافظة؟ لو داخلها بس بعيدة عليك. داخل المحافظة بس بعيدة عليك، مو يعني بحيث اذا انت ركبت السيارة وانطلقت الى الكلية، المدينة مالتك بيوتها مثلا واذان جوامعها بعد ما تسمعه، وتنطلق الى اكثر من 44 كيلو، يلا توصل مثلا الى كليتك؟ لا 20 كيلو 25 كيلو. ها يعني من اخر بيت من محافظتك الى الكليه 25 كيلو. ايه نعم. والرجعه كذلك 25 كيلو. زين. ايه هذا كم يوم هاي انت رايح جاي؟ اربع ايام بالاسبوع.
أربعة أيام بالأسبوع طول السنة؟ إيه طول لا لا هو أربعة أشهر خمسة. أربعة أشهر خمسة لو طول السنة، يعني المقصود بالسنة السنة العرفية المعروفة 12 شهر. الحد ما يخلص، الحد الدوام ما يخلص حد الشهر السابع. يعني بحيث إذا جمعتهن شيء على شيء قد يطلعن؟ يطلعن في الست أشهر؟ إيه يطلعن في الست أشهر. في هذه الحالة أنت يا أخ سيف يعني عنوانك كثير السفر، فإذا إذا انطبق عليك كثير السفر فأنت تظل صايم عند أهلك، ولما تروح للكلية ولما ترجع من الكلية فدائما تكون أنت صايم، حتى لو ما رحت للكلية حتى لو رحت إلى غير مكان كذلك تبقى يعني عنوانك الصيام أو عنوانك الإتمام في السفر. بل والصلاة من كانت نعم كذلك الصلاة هو التمام، بعد التمام في السفر لأنك لأن عنوانك أنت كثير السفر. خدمتك أخ سيف، أهلا وسهلا ومرحبا بخدمتكم. من البصرة الأخ مرتضى. مرتضى من البصرة تفضل أخ مرتضى. السلام عليكم سيدة شلونك. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أخ مرتضى شنو سؤالك؟ سيد عندي سؤال يا بلد أحمد. السؤال الأول. السؤال الأول عندي زوجتي الآن كانت مريضة. بس شوية علينا صوتك رحم الله والديك ما ده سمعك. عندي زوجتي مريضة الآن شهر رمضان. أي. كانت بقت لها فترة يعني تأخذ علاج وأدوية فما قدرت الصوم. ما قدرت الصوم. حاليا تريد تقضي الصيام مالتها. زين يعني الآن هي شفيت قامت بالسلامة يعني. قامت بالسلامة. يعني الآن تقدر تقضي مو تمام؟ اي نعم تقضي هذه الصلوات اللي عفوا آسف تقضي الصيام اللي فاتها وما عليها أي شيء بعد ذلك. يعني ما يحتاج لا لا أبدا لأن مريضة المرض هو اللي منحها من الصيام، فقط تقضي الآن فقط تقضي. السؤال الثاني بس ارفع لنا صوتك حتى اقدر اسمعك يا اخ مرتضى. ان شاء الله. سيدي انا عندي والد توفى قبل فتره تقريبا. الله يرحمه برحمته ان شاء الله. الله يرحمه والديك رحمه الله والديك. ورا فتره ما توفى. ها؟ طلعنا الوصيه مالتي. نعم. يعني املاك والورث مالتي كله بكي. يعني شنو حكم هاي؟ يعني يقسم على اخوتي. يعني هو كاتب وصية لو ناقل أملاكه كلها باسمك؟ لا كاتب وصية. كاتب وصية شو تقول الوصية؟ الوصية كلها باسمي أملاكه وأمواله والفلوس يعني المال. إيه. يعني هل نقسم بعدين وبين أخوتي لو تبقى باسمي؟ إذا كان يعني هو كاتب بوصيطة بالوصية مالته أنه كل أملاكي إلى مرتضى هيك شي كاتب؟ أي نعم بهالصورة هذه. أي إذا أنت تشوف أنه أخوتك واقعين بغبن نعم باستطاعتك أن توزع عليهم، يعني أنت تتنازل عن هاي الوصية وممكن أنه تنطيهم أنت حصصهم بإمكانك. أنت الأخ الكبير؟ أنا أصغر واحد. أصغر واحد. نعم. أي بإمكانك أنه أنت إذا يعني وقع حيف على الورث الآخرين توزع لهم الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أكو مثلا أمك موجودة فهي إلها الثمن، إلها واحد على ثمانية إلها الثمن بلي، والبقية لأخوتك وخواتك. نعم إن شاء الله. الله يخليك يا عزيزي بخدمتكم. نعم عدنا من الناصرية أم رقية. أم رقية من الناصرية تفضلي. أم رقية من الناصرية تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة سيدي. الله أهلا وسهلا ومرحبا خليك. سيدنا نعم. قراءة القرآن يومية أنا قاري آية عادي آية واحدة؟ إيه
إيجاز. وإن كان وإن كان المستحب المستحب في كل يوم أن الواحد يقرأ 7 آيات فما فوق. سيد أنت نعم. تعرف أنا بعد جهالي أيتام أنا وما أقدر ما لحق. أي نعم زين. إذا تقريها قراءة تدبر نعم لا بأس هذا عمل جيد. أنا ما أعرف أقرأ بس هذا المتكلم القرآن القلم. أي نعم ما بها شيء، هو ثواب اللي يقرأ وثواب اللي يستمع نفس الشيء. الذي يستمع إلى القرآن نعم ثواب المستمع إلى القرآن وثواب القارئ للقرآن نفس الشيء نفس الثواب. نعم إيه سيد لأن أكو كلمات صعبة ما أقدر ألفظهن. نعم تستمعين إلهن فالثواب واحد إن شاء الله، ثواب الاستماع للقرآن والقراءة نفس الشيء. نعم سؤال ثاني سيد. سؤال ثاني نعم. التوبة النصوحة سيد شلون يعني أتوب؟ التوبة النصوحة يعني واحد يعوف الذنب وما يرجع له بعد مرة ثانية، هذه والعزم على تركه أبدا، هذا معنى التوبة النصوحة. مو يتوب ورا يومين يرجع، لا هاي ما يسموها نصوحة. النصوحة يعني واحد يتوب ويعزم في قلبه أنه لا يرجع إلى هذا الذنب ولا إلى غيره من الذنوب أبدا، يعني هاي يسموها توبة نصوحة. يعني أقول أتوب إلى الله توبة النصوحة يعني عبد إيدي لرب العالمين. نعم هو شنو شيء بالقلب، أنت تحكينا في قلبك، مو ما يحتاج إلى أنه تتلفظين به، في قلبك تقولين هذا الذنب وكل ذنب أتوب عنه توبة نصوحة. معنى كلمة نصوحة يعني معناها ما ترجعين إلى هذا الذنب وإلى غيره من الذنوب أبدا، هاي يسموها توبة نصوحة. أشكرك سيد. الله يخليك. أهلا وسهلا ومرحبا. الله. نعم أبو حسين من ميسان تفضل يا أبو حسين. ألو. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أبو حسين تفضل. حياك الله أبوي. نعم شنو سؤالك يا أبو حسين؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلل لنا من صوت التلفزيون يا أبو حسين واستمع لي من الهاتف. والله السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. أبو حسين وياك مولاي مولاي. إيه تكلم فقط من الهاتف يا أبو حسين عوف التلفزيون. التلفزيون شوي ريموت عاطل. زين حول وجهك الغير مكان حتى شنو نظل أنا وياك على التليفون حتى لا إيه لا تباوع للتلفزيون، خليني أنا وياك على التليفون. تفضل أبو حسين شنو سؤالك؟ وياك وياك أنا طلعت برا زين. أنا عندي صاحب محل وعندي مثلا بعض العوائل فقيرة. نعم. يصير فلوس مثلا الفلوس اللي عندي يصير خمس مثلا بدافع مثلا نفترض الخمس أو هيش أشياء كثير. يعني قصدك إنه أنت صاحب محل وداخل المحل يجوك ناس فقرة. فقرة. أي وتعطيهم شنو؟ مواد مثل دافع الخمس دافع اي شيء مثل هيك مثل الفلوس هذه مثل الفلوس شلون مثل اقول يدخل بها حتى ندخل الحرم يصير بها حرمه بالفلوس او زكاه او شيء. يعني انت بس خلينا في سبيل نركز شويه على الموضوع يا ابو حسين. يعني هذا الخمس انت خمسك خمس اموالك يعني مو واحد مطلق اياه خمس اموالك هذا اللي يجيك حتى تعطيه اساله قل له انت سيد ابن رسول الله حتى مثلا تقول لا مو سيد ناس عاديين ناس عاديين مثلي حالي اذا ناس مثلاً. عاديه لازم تكون تاخذ اذن من المرجع اللي انت تقلده او وكيل المرجع اللي موجود مثلا في مكانك انت وين بميسان لابد واكو مثلا وكيل مرجعي هناك فتساله تقول له انطيني اذن ان اوزع مثلا الخمس مالتي على الناس اللي مو ساده مثلا العوام اذا قال لك ماذون فانت تقدر تطي من الخمس مالتك يعني دافع الزكاه ما يصير اذا زكاه مو خمس ايه لا ما يحتاج انطيها لاي واحد ما عدا السيد اذا كان الزكاه واجبه فهي حرام على السيد والمنتسب الى هاشم حرام عليه ما يصير تطيب عوائل تعبان يعني هو انت ما احنا نتبرع لهم نجمع لهم امان بعض الناس نتبرع لهم التبرع اي التبرع مو حقوق شرعيه
هذا التبرع مو حق شرعي. احنا يعني مثلا الدخيله بتدفع الخمس او أي. او الزكاه او شيء ليش؟ لا بأس اذا تبرع واحد يتبرع ما لا بأس بالتبرع بالعكس هذا ثواب عظيم، ولكن التبرع مو حقوق شرعية. الحقوق الشرعية هو الزكاة والخمس والصدقات، ذني يسمون حقوق شرعية لأن ذني يترتب بلي ذني الزكاة والخمس وغيره ذني حقوق شرعية، فأنت لازم تكون تلتزم لازم تكون تلتزم بالمصرف مالتهن. فالزكاة حرام على السيد، الخمس ممكن تطيل السيد وممكن تطيل العامي بس أول مرة لازم تأخذ إذن من المرجع اللي أنت تقلده وهكذا. إن شاء الله خدمتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أبو حسين. من كربلاء أم مصطفى. أم مصطفى من كربلاء تفضلي. شلونك سيد الله يساعدك. اهلا وسهلا ومرحبا. شنو سؤالك يا ام مصطفى؟ سيد انا مطلوبه صيام وصلاه هواي. مطلوبه صيام بلي. اريد اصوم اقضي هالشيء عن ما مضى. اي لا باس اذا انت حارزتهن وتعرفيهن ايش قد وكم يوم مثلا كم شهر. لا مو ايام سنين. ما يخالف سنين ابدي بالقضاء يقولوا تطين فديه انا ما اتمكن. لحظه اسمحي لي مو كفاره لان احنا ما نعرف انت ذني مرن عليك شلون ذني ما صمتيهن مثلا. هل انت كنت تعرفين انه ذني واجبات جهل كان عقل مو مثل هسه. عقل جهل وما تعرفين انه ذني عقل جهلي. نعم اي وما تعرفين انه هذا مثلا صيام واجب وكذا نعم. زين في هذه الحالة صايمة قضاء عن ما مضى ما يخالف صام وصلاة. نعم تقضيهم والفدية باعيني الفدية. لا مو احنا ما حرجنا انه انت متعمدة مثلا نعم. في ترك الصيام نعم. انت قلتي عقل جهل يعني عن جهل فعليش انه تقضين والدفعين فدية تأخير القضاء. فدية تأخير القضاء كل شهر 22 كيلو ونص من الطحين تطي إلى الفقراء. 22 كيلو ونص أي نعم كل شهر تقضين وتخلصين تطين أو تريدين تجمعين كلهن وتطيهن دفعة واحدة هذا راجع لك. كل شهر 22 كيلو كل ونص 22 كيلو ونص. زين اصومهن على التوالي ومثل انا هم عندي علاج ومريضه تقضي. لا تقدرين مثلا بالاسبوع تخصصين مثلا مثلا يومين بدايه الاسبوع يومين نهايه الاسبوع تريدين بالاسبوع مثلا ثلاث ايام وزعيهن هذا القضاء وزعيه حتى لما يخلص مو شرط الا دفعه واحده. اي سيد والصلاه هسه الصلاه اصلي عن هم هن عن ما مضى ما يعني ما اصليها مثل صلاه اصلي مثل هذا اليوم اصلي صلاه كامله. اي ما في العصر ما في الليل مثل اصليها مرات الظهر مرات الصبح ليه بس ما فرقت. يعني هذا مجلس الصلاه اللي تقعدين تفرشين سجادتك وتقولين انا الان راح اقعد قعده واحده اصلي مال يومين ثلاثه اربعه هيك شي بهالطريقه. زين اي هاي طريقه هم جيده. أو سيد أنا أصلي صلاتي الواجبة وأصلي اللي مو متوفي همي وأصلي عن ما مضى عن نفسي. نعم باستطاعتك ذلك أنه مثلا وراء كل صلاة تقدرين مثلا تصلين عن أمك وتصلين عن روحك قضاء عن ما في ذمة. يعني الصبح تصلين صلاة الصبح الواجبة مالتك بعدين تصلين ركعتين همات قضاء عن ما في ذمتك وبعدين تصلين هم ركعتين قضاء عن ما في ذمة أمك تقدرين هيك بهالصورة. ولما يجي الظهر هم نسوين نفس الفعل ولما يجي العصر نسوين نفس الشيء المغرب كذلك العشاء كذلك. ايضا هاي طريقه جيده وطريقه لا باس بها وما عليك انت اي اشكال. زين رحم الله والديك. انا ذاك يوم شهدت بالحضره ما في العباس اعطوني روح وقالوا تخابرين مكتب السيد السيستاني وما خابرت والله. بلي باستطاعتك نعم باستطاعتك انه تتاكدين ايضا من هذا الجواب بالمخابرة بالاتصال على مكتب السيد الله يحفظه. نعم هم خابر بل باستطاعتك التأكد من الجواب خابري مكتب السيد. بل عندي سؤال آخر يا أم مصطفى. والله سيدي
على أبونا ما يصلي. آه. أيوة يعني لا يأكل حرام ويطي ويخدم زوار الحسين ويروح مشاعر بس هو ما يصلي. لا المفروض بي أن يكمل كل هذه اللي هو يسويك ويكمله بالصلاة. أي. إلا الصلاة ما يصلي بس رمضان الصلاة لا وبعدين يخلص رمضان يقطعها. إيه ها نال حشي هذا يعني أكو فد صفة تطلق على منه اللي يجي رمضان يقوم يصلي ويصوم يروح رمضان يترك كل شيء هذا يسموه عباد رمضان مستقيم بس هو ما يصير. شنو الفائدة من ذني كلهن إذا هو أهم شيء بالدين اللي هو قوام الدين الصلاة هو تاركها. ويشتغل يطلع من الصبح ويرجع بالليل. اي هذا مع ذلك المفروض ما يترك الصلاة لان قوام الدين كله هو الصلاة. هاي هاي انه ينطي ويدفع ويتبرع ويراعي الفقير ويروح مشاي ويخدم الزوار وكذا. المفروض يكمل كل هاي الامور بالصلاة كون يصلي والا عملك يكون ناقص مبتور. قوام الدين هو الصلاة. هو الصلاة صحيح. بلي أهلا وسهلا. يلا رحمة الله والديك. خدمتكم مصطفى أهلا وسهلا. نعم. من بغداد أم محمد. أم محمد من بغداد تفضلي. تفضلوا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا. مولانا أنا قبل يعني 60 سنة قبل 60 سنة كنت يعني مو واعية. إيه. جابونا واحد ابن حماتي أمه ماتت. إيه. وقمت عندي هم ولد أول واحد يعني سنة على 3 سنوات وهو الوحيد. وخبل بلية واعي. ربع عندي صدري واحد زين وواحد هيك يعني مريض. قمت 14 من هذا صدري لأن خليبة خليل كلش وخاف على إبني. إيش قد رضعتي؟ كم يوم؟ هسه يعني حكم شلون؟ كم يوم رضعتي يا أم محمد؟ والله ما رضعت يعني مو مثل شبع لأن مرض حماي ثانيا استولت رضعة هي. آه يعني اثنين نسوان تناوبا على الرضاعة مو؟ إيه بس أنا رضعت مثل كل ما رضع البليد مثل ما حديد ومو جديد حلي. أي نعم. مرتين يعني 3-4 هيك يعني نوبات. إيه لا هذا يعني هاي الرضاع ما ينشر الحرمة هيكي لأن الرضاع اللي ينشر الحرمة لازم يكون 15 رضعة مشبعة يكون ماكو فاصل بيناتهن يكون ماكو وحدة أخرى رضعتها. يا الله عود بعد ذلك تقدرين تقولين هذا ابني بالرضاعة بس ما دام هاي ما صارت فهو أجنبي يعني مو ابنك بالرضاعة. مو أنا مو ابني بالرضاعة يعني اللي طفل رضعة من صدر المريض. إيه ما يخالف شكو بيها إذا رضعتي. يعني هم علي شيء. لا لا ما علي شيء أنت إن شاء الله. من الله والدي. سؤال ثاني. سؤال ثاني نعم. من الله أمك وأبوك. تفضلي. أنا قبل يعني عدة خير من الله هواي أطفال. نعم. ودقيت طفل يعني هيك بلي هذا يعني مو بودع هو من كيف أنا هو شلعته ودقيته. ها ها يدري الرجال بي هذا الحكي لو ما يدري يعني موافقك موافقت على فعلك هو الرجال؟ إيه نعم موافق. موافق عليه. هو هم كان يريد. بلي لازم يكون يعني إذا هذا صار له كم سنة يا أم محمد هذا الحكي؟ يعني من زمان صار له حوالي 55 سنة. 55 سنة. أي الآن استغفر الله سبحانه وتعالى يا أم محمد. قولي استغفر يعني الله ربي وأتوب إليه. مو أنا بلي كل ما أنا محسن. أي نعم هي تسويتي ذنب. سويتي معصية هذا الإسقاط العمدي سويتي معصية فأنت راح يتوجب عليك الدية. ما يخالف أم محمد بس انصتي لي أنت سويتي ذنب وهذا الذنب لازم تتوبين عنه تقولين استغفر الله ربي وأتوب إليه
وبنفس الوقت رجلك خليه يبريك الذمة عن الدية، لأن عليك دية. نعم راهي رحمة الله زوجي. ها إلى رحمة الله. نعم إلى رحمة الله. خلاص بس استغفري يا أبو محمد، يعني بس استغفر الله. إيه نعم استغفري، 55 سنة صار لك ما سألتي من ذاك الوقت لهسه. بلي استغفر الله سبحانه وتعالى، قول يا استغفر الله ربي وأتوب إليه. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أبو محمد. وصلنا إلى ختام وقت البرنامج، ما بقى عندنا وقت للاستمرار. إن شاء الله يوم السبت القادم بنفس هذا التوقيت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك يا لا إله.